عشرة في تسعة تساوي تسعون. نعم تسعون، إذن تسعة هنا هو صفر ديال العشرة. كذلك عشرة في ثمانية كم تساوي؟ ثمانون. نعم ثمانية ونضيف إليها الصفر. إذا كانت هنا مئة نضيف صفرا آخر. كذلك عشرة في سبعة تساوي سبعون. شوفوه كيف نقوم بحسابه. تابعوا معي، تسعة في مثلا في ثلاثة، تابع معي، تسعة نضيف عليها، ما هو العدد اللي نضيف على تسعة ويعطينا عشرة؟ هو العدد واحد، تسعة زائد واحد تعطينا عشرة، وعشرة في ثلاثة كم تعطينا؟ ثلاثون. نعم تعطينا ثلاثون. إذا ثلاثون ناقص هذا العدد شحال من مرة هنا؟ ثلاثة، يعني ثلاثة واحدة اللي هي هذه تعطينا ناقص ثلاثة تعطينا كم؟ ثلاثون ناقص ثلاثة تساوي سبعة وعشرون، اللي هو الخارج ديال ضرب تسعة في ثلاثة. الآن تسعة مثلا في خمسة تساوي كم؟ تسعة تسعة كم نضيف عليها تعطينا عشرة، تسعة زائد واحد، إذن تسعة زائد واحد تعطينا عشرة، وعشرة في خمسة تعطينا خمسون، ياك؟ تعطينا خمسون. إذن خمسون ناقص خمسة تعطينا كم؟ تعطينا خمسة وأربعون، وهو خارج ضرب تسعة في خمسة. كذلك تسعة في مثلا سبعة تساوي كم؟ إذن تسعة نضيف عليها واحد تعطينا عشرة. دائما نرجع العدد الأول إلى عشرة، نضيف عليه أعداد أو أرقام ليعطينا عشرة ليسهل علينا الضرب، مفهوم ضرب أعداد. إذن تسعة نضيف عليها واحد تعطينا عشرة، عشرة في سبعة كم تساوي؟ سبعون. نعم سبعون ناقص كم؟ ناقص سبعة. نعم ناقص سبعة كم تساوي؟ نعم إذن ثلاثة وستون، ثلاثة وستون هو خارج تسعة ضرب سبعة. إذن هذا فيما يخص تسعة ضرب سبعة، جدول ضرب ثمانية. نعم انتبهوا معي، ثمانية ضرب مثلا اثنان، دائما تابع نضيف على ثمانية اثنان. نعم اثنان زائد اثنان تعطينا عشرة، إذن عشرة في اثنان كم تساوي؟ عشرون، تساوي عشرون. عشرون تابعوا معي، إذن هنا اثنان وهنا اثنان، إذن اثنان هنا كم من مرة؟ مرتين. إذن اثنان واثنان أربعة، إذن عشرون ناقص أربعة تساوي، عشرون ناقص أربعة تساوي ستة عشر، وستة عشر هو خارج ثمانية ضرب اثنان. الآن نرى أو مثلا نرى ضرب ثمانية ضرب مثلا ستة، تابعوا معي، ثمانية نضيف عليه اثنان وتعطينا عشرة زائد اثنان، إذن عشرة في ستة كم تساوي؟ ستون. وستون انتبهوا معي، ستة هنا ولدينا اثنان، إذن ستة وستة كم تساوي؟ تساوي اثنا عشر، إذن ستون ناقص اثنا عشر كم تساوي؟ تساوي ثمانية وأربعون. حسن جدا، وثمانية وأربعون هو خارج ثمانية ضرب ستة، مفهوم؟ دابا نشوفوا ثمانية ضرب مثلا أربعة، نفس الطريقة، ثمانية كم نضيف عليها تعطينا عشرة؟ نضيف عليها اثنان ليس أربعة، نضيف عليها اثنان، إذن تصبح عشرة في أربعة كم تساوي؟ أربعون. أربعون وأربعة هنا زدنا اثنان، إذن أربعة هنا أربعة وأربعة تعطينا ثمانية. هذا العدد ديال أربعة هو عدد مرات اللي زدناه على ثمانية، هو عدد المرات اللي زدناه على ثمانية ليعطينا عشرة،
إذن أربعة وأربعة ثمانية. إذن هنا أربعون ناقص ثمانية تساوي كم تساوي؟ نعم اثنان وثلاثون هو خارج ثمانية ضرب أربعة. نفس الطريقة سبعة في مثلا ثلاثة كم تساوي؟ سبعة شنو هو العدد اللي غادي نضيفوا عليه وتعطينا عشرة؟ هو ثلاثة زائد ثلاثة. إذن سبعة زائد ثلاثة عشرة في ثلاثة شحال تعطينا؟ ثلاثون. ثلاثون ثلاثون ناقص ثلاثة شحال زدنا من مرة؟ إذن ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة، إذن ثلاثة، إذن هاد ثلاثة غادي نديروها ثلاثة المرات. ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة تسعة. نعم إذن ثلاثون ناقص تسعة كم تساوي؟ واحد وعشرون. صحيح. سبعة مثلا ضرب سبعة، سبعة ضرب سبعة، إذن سبعة نضيف عليها ثلاثة لتعطينا عشرة، وعشرة ضرب سبعة تساوي سبعون. سبعون ناقص، إذن سبعة هنايا غادي نحسبوها ثلاثة المرات. سبعة وسبعة كم تساوي؟ نعم أربعة عشر زائد سبعة واحد وعشرون. إذن سبعون ناقص واحد وعشرون كم تساوي؟ نعم تساوي تسعة وأربعون. حسن جدا. وهكذا حتى نحسب ضرب العدد سبعة. الآن ستة، ستة ضرب مثلا خمسة كم تساوي؟ إذن ستة كم نضيف عليها لتعطينا عشرة؟ نعم نضيف عليها أربعة. جيد جدا. أربعة إذن تعطينا عشرة، عشرة في خمسة تساوي خمسون، ليس ستون، خمسون. إذن خمسون، لاحظوا معي خمسة هنا سنضربها أو سنحسب أربع مرات خمسة. هاد خمسة نحسبه أربع مرات كم تساوي؟ نعم خمسة زائد خمسة عشرة، زائد خمسة خمسة عشر، زائد خمسة عشرون. عشرون إذن خمسون ناقص عشرون تساوي كم؟ تساوي ثلاثون، وهو خارج ستة ضرب خمسة. إذن هكذا مثلا ضرب العدد خمسة، مثلا خمسة في مثلا أربعة تساوي خمسة كم نضيف عليها؟ خمسة. نعم خمسة نضيف عليها خمسة لتعطينا عشرة. إذن عشرة في أربعة تساوي أربعون، وأربعة يعني نكررها خمس مرات أو نضاعفها خمس مرات لتعطينا العدد الذي سنقصه من أربعون. إذن أربعة زائد أربعة ثمانية، زائد أربعة اثنا عشر، زائد أربعة ستة عشر، زائد أربعة عشرون. إذن عشرون. أربعون ناقص عشرون تساوي كم؟ تساوي عشرون. عشرون مفهوم؟ إذن خمسة في أربعة تساوي عشرون.